لا كابتن عادل الف مبروك. مبروك كابتن. العقليه اتغيرت الشوط الثاني. احنا اتكلمنا على الاهداف اللي كانت بتضيع الشوط الاولاني وكنا 2-1 وكان في احراج. انت بتتكلم في 2-1 لو كان لا قدر الله 2-2 انت كنت خرجت بره البطوله. عشان كده العقليه ثاني شوط انا شفت ان استغلنا الفرص اللي ضيعناها الشوط الاولاني. ما هي كرة القدم دلوقتي اللي بيضيع بيلاقي. أيوة. دي حاجة. الحاجة التانية المهمة ليه ما نجيبش 6 و7 و8 وأنا قلتها قبليها يعني. لازم نكسب ونكسب كتير يعني. أنا في تخيلي إن أنت لما بتكسب أنت بتدي رسائل كمان للفرق التانية. مزبوط. وحاجة تانية مهمة بتدي رسائل لنفسك أنت وبعدين كمان في تحدي بينك وبين نفسك. يعني أنت أحيانا بتاخد فرص في مباراة زي دي لما تنزل تجيب زي كهربا مثلا يجيب جون ولا 2 ولا 3 ما يبقى رجوع جيد ليه. وحمدي فتحي لما نزل جاب جون حاجه كويسه. يبقى في صراع ما بين اللاعبين الحاجه الكويسه اللي للمدربين اللي بيحبوها. الحاجه اللي مدرب النادي الاهلي يبقى سعيد او اي مدرب في الدنيا يبقى سعيد ان في واحد بينزل يقول له انت غلطان انك انت بتقعدني. وده مهم جدا. المفترض انك انت طول الوقت لازم تعلن عن نفسك كلاعب زي الشحات لما نزل احرز هدف ممكن كان يجيب جون و2 و3. عشان كده التحدي مع النفس كويس قوي. صحيح. والنادي الاهلي صعب للدور اللي بعده. الدور اللي بعده هيبقى اصعب وهيبقى اقوى وفي قوه وهيبقى في منافسه شرسه مع انديه اقوى وهيبقى مجموعات. يعني عايز اقول لك انه النهارده المفاجاه انا بخاف منها. ليه؟ من وجهه نظري وفلسفه ان سنه بحالها انت بتتكلم في سنه هتقعد تستنى انك انت تلعب افريقيا تاني. علشان ايه؟ عشان عدم تركيز في ساعه ولا ساعتين. كره القدم محتاجه من اللاعبين طول الوقت الجديه طول الوقت محتاجين ان ياخدوا الامور بجد قوي. يعني النهارده انا لو شفت كان ممكن يعملوا تاريخ يعملوا 10 و11 ليه لا لما نكسب 10 و11 صفر يعني. والفرقه تستاهل ان هي تخسر كده لانها فرقه قليله بالنسبه للنادي الاهلي. وانت فريق كبير اكسب اكسب واكسب كتير. يعني انت كسبت 6 النهارده وضيع كام جون؟ كتير. احنا مضيعين مش اقل من 10 تجوال. يعني لو جبنا منهم 5 كنا كسبنا 11. انا طماع كده بحب دي الموضوع ده. بحب اللعيب اللي هو يبقى عنده حته النتيجه مش في دماغه. وده مهم جدا يا كابتن. الفلسفه دي من الحاجات اللي متعلمها المرشات زي طبعا يا كابتن. المرشات زي دي بالظبط كابتن. اهم نقطه للحكم اهم نقطه للحكم مثلا ايه هي؟ ان هو ما يشوفش لون الفانلة ويحسب. حتى لو الفرقه كسبانه 5 وجالها بنالتي يحسبه. في عندنا في مصر ما بيحسبوش. اللاعب كده برضو. اللاعب لما بتجيب جون و2 و3 كانك عملت كل حاجه. لا اطمع هات. لانك انت في اوقات هتبقى عندك فرصه انك تجيب 10 تجوان واوقات مش هتقدر تجيب جون. فاستغل الفرصه. فيعني خليك طول الوقت ايجابي طول الوقت في الفلسفه بتاعت اللي احنا بنقعد نتعلم حاجات من اوروبا بس بنسيب حاجات مهمه جدا. انت بتسيب اهم نقطه ان هم حته كره القدم تميز. هي متعه ولكن برضو تميز. انا عاوز اتميز كابتن عادل.